أسسنا شركة على أساس أنه بغينا نحن تويو سيستم دو كاناليزاسيون أنظمة للسباكة يكون متفوق على أي أنظمة في العالم، وخصوصا يكون مزيان للصحة، بحيث أنه كلنا نحن متأثر بنوعية الماء اللي نشربها وندوش فيها بروسي أدان وكل شيء بروسي لدان. وبعد فترة معينة أخذتنا الشركة الأمريكية اللي نحن خدمينا تحت الليسانس ديالها، أعطتنا البوسيبيليتي ندير الاسم ديالها، اسميتو فلوغارد، وكنا ندير الكاليتي دائما وكنا نحسن الكاليتي دائما لتوصلنا لأرقام قياسية عالمية بهالموضوع، وتخطينا الأنظمة العالمية، تخطينا القياسات العالمية، وصلنا تقريبا على 208 بار. أوكي، وقررنا أن سيغت مومون أنه نتقدم للجينيس. أوكي، حسيت أنه الجينيس طبعا تحطيم رقم القياس العالمي شيء حاجة مهمة بزاف لنا، ومشي عامين ونص تقريبا، وشركة جينيس والمؤسسة جينيس قارنت الأنظمة ديال الترصيص ديالنا مع ديال العالم كله من كل النواحي، مش بس بالبريسيون لا سانتي وهالحاجات كلها، كله دارته على مدة تقريبا عامين شوية. وعيطت لي وقالت لي مستر صفي الدين انتو ربحتوا جائزة جينيس، وهذا طبعا فخر، مش بس فخر لنا لفيرست بلاستيك، نقول هذا فخر للمغاربة كلهم. أنا فخور إنه دينا في المغرب، يعني تلاقي مش دينا بشي بلاصة تانية بأوروبا وجينا هنا تنقول نعرض برودوي غير مغربي للعالم. نحن من هنا خاصة نكون شعاع للعالم كله بهالمثابرة بهالجهد. نحن قلتكم من شوية إنه كان عندنا صعوبات مالية جمة بزاف درنا السوسيتي ديالنا سو غيدغيسمون جوديسيير تحت المعالجة القضائية لمدة 11 عام. اللي ساعدنا هما لي كليون ديالنا، اللي ساعدني انا هو الفريق ديالي، لكن الفريق ديالنا كان ممتاز جدا، كان يبغى ما يبغاش يتخلى على الكاليتي ديال الماء اللي كان التويو ديالنا كان يعطيها، ما يبغاش يتخلى، قال مصطفي دينا مش ممكن تخلى عليها، ساعدنا نحن نخدم معك بالبلاش، بس ساعدنا حتى اللي نتخطى. نحن كان عندي مسؤولية، كان عندنا 100 وشوية ناس يخدموا معنا، بس الإيكو سيستم ديالنا هو تقريبا شي 1000 واحد، يعني كل واحد يعيش 7-8 أشخاص من عائلته. دونك هذا بالنسبة لي كان إحساس بالمسؤولية على هالموضوع، هي الفلوس تجي وتروح لكن المسؤولية هذه تبقى، خاصها تبقى، وما بغيش تتخلى عن أي حاجة من هالموضوع. بعدين الفضل لهذا الفريق، تخطينا كل المصاعب.